عمي اترجاك تعطيني فرصة لباكر الظهر. اترجاك. لك ما انطيك ولا 10 دقائق. انت دا تراهن على حياة بنتي. انا خايف على بنتك اكثر من عندك عمي طلال. لان انا سبب اللي هي. اذا هسه رحت وبلغت الشرطة صدقني راح يقتلوه. لك منو هم ذولا؟ وش رايدين منك؟ ما اقدر اقول لك. لا عاد شلون تريدني اثق بيك وانت ما تقول لي كل شيء؟ لان انا اصيل عمي. اصيل اللي مدين لك ولبنتك بحياتك. مستحيل راح ياذيك ويأذيك. لك بس هسه بنتي ممكن تتاذى بسببك انت. ومن يؤكد لي؟ يمكن هسه قتلوها. يمكن قتلوها اصيل. راح اخابر. افتح سبيكر. ظاهر ما عندك شغلة وعاملة غير بس تخابرني. انت اللي خاطف بنتي؟ يا هلا يا هلا بابو البنية. الظاهر اصيل دي يوزع برقمي. لا انا اللي مخابرك. اسمعني بنتي وين؟ اريد اسمع صوتها. الله يخليك. غالي والطلب رخيص. اسمعك صوتها. أبوك يريد يسمع صوتك. سمعي صوتك. ها بابا. بابا ذولا ناس ما عندهم رحمة ولا ظنهم. ما ودي. بنتي لا تخافين. حبيبتي لا تخافين. ألو. ألو بنتي. ألو. مثل ما قالت لك، إحنا ناس ما عندنا ضمير، فلا تحاولون تلعبون ويانا. أصيل. بعد لا تخابر إلا تقول لي بالخبر اللي أريد أسمعه. بابا.